إذا كنت من غير اللبنانيين فمن شبه المستحيل أن تهتدي إلى عنوان ما بسهولة داخل مدن لبنان، ففي هذا البلد يكون عسيرا على أي شخص الاستدلال على منطقة ما إن لم يكن من سكانها. ففي لبنان لا أرقام للشوارع ومسمياتها يمكن أن تختلف بين شخص وآخر، وبهدف توحيد الوجهات وحل فوضى العناوين قامت مجموعة من مصممي تطبيقات الهواتف الذكية بتصميم تطبيق دوتس أدرس لينظم هذا الأمر. هي فكرة جديدة للجوال لكل اللبنانيين تيصيروا يعرفوا عن عنوانهم، لأنه اليوم تواحد يكون بيعرف عنوانه بلبنان كتير صعب، وهي كلها من خلال تكنولوجيا جديدة فريدة من نوعها. وأطلق التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي بحملة ترويجية شملت مواد إعلانية من تسجيلات مصورة استخدمت فيها الرسوم المتحركة. صار في طريقة أهين وكتير أسرع مع دوتس أدرسز أب، صار في عندك أخيرا عنوان بلبنان. ويحصل مستخدم التطبيق فور تسجيله على رمز من 7 أرقام مع وسم شخصي للمستخدم يمكنهم تبادله بسهولة مع آخرين لتسهيل الوصول. التطبيق جذب عددا كبيرا من اللبنانيين الذين اعتبروا أن التطبيق يمكن أن يسهل حياتهم اليومية. صراحة أنا شفتها عن فيسبوك وكنت حشورة أكثر مع أنه عارفة عن مزبوط شو هي، تفتت وأي داونلودت الابليكيشن ولقيت أنه كتير يوسفل، لأنه صراحة ما عندنا اليوم ما طريقة نقدر ندل على حيال أدرس عنا إياها بلبنان. سو أول مرة كنت نقلة على بيت جديد وبدي دل العالم على بيتي وبدي أعطون عنوان بطريقة سريعة يوصلوا على البيت، فعملت دغري الكود على دوتس وبعته ووصلوا دايركتلي، يعني بدون ما يكون أضيع على التليفونات عم دلهم على بيتي وحد هالكنيسة وحد هيدا الجورة وحد هيدا الفرن. سو it was very easy ودغري وصلوا بدون تلبيك. ويقول مصممو التطبيق إنهم يعكفون على تطويره وتحديثه، تشمل خططهم المستقبلية إضافة عناوين المطاعم وسيارات الأجرة وخدمات التوصيل البريدية.